فقرة راوند اب البداية تكون بالشأن الاقتصادي. نحكي على مشروع قانون مجلة الصرف الجديدة اللي تضمن مراجعة لمفهوم الإقامة على مستوى الأشخاص الطبيعيين، وتم التخفيف فيها من عامين إلى 6 أشهر. هذا ما أكدت وزيرة المالية سهام البغديري نمصية أمس خلال حوارها البرنامج إكسبريسو. نقصنا في المدة هذية، ما عادش عامين، وليت 6 أشهر. معناتها يلزموا يكون مقيم البرة، يلزموا يعد 283 يوما خلال مدة 365 يوما، معناها ما يقارب عام، تكون عديها مش بصفة مسترسلة، لا نجم تكون غير مسترسلة، ويكون عنده نشاط فك 6 أشهر هذوكم. شو النشاط؟ يكون عنده مثلا عقد إزاي خدمات للبرع على 6 أشهر، ولا عقد صفقة، ولا أي حاجة، أي وثيقة اللي هي تثبت اللي هو فك 183 يوم هذوكم ولا 6 شهور هذوكم هو موجود برا في إطار إزاي خدمة، معناها عنده اون اكتيفيتي نشاط البرع. نواصل في نفس السياق. مجلة الصرف الجديدة أقرت وفق وزيرة المالية مبدأ تحرير التحويلات بالنسبة للشركات التونسية اللي تقوم باستثمارات في الخارج، إضافة إلى إمكانية اقتراض الشركات هذه من الخارج. بالنسبة سواء للاستثمارات اللي يقوموا بها المستثمرين التوانسة والمقيمين، بالنسبة للأشخاص المعنويين معناها الشركات زادة تم إقرار مبدأ تحرير التحويلات بعنوان الاستثمار بالخارج. هنا بالنسبة للشركات اللي يقوموا باستثمارات بالخارج، تلقاهم شركات توانسة لكن يعملوا استثمارات بالخارج، كذلك الشركات هذوما فما تحرير كلي لكل عمليات بالديون الخارجية، ينجموا ياخذوا ديون خارجية، ينجموا يتسلفوا فلوس في الخارج، ياخذ قرض من بنكه في الخارج. نعم، قبل كانت معناها مضبوطة في مبالغ محددة، توا فما تحرير كلي ينجموا يقوموا بإبراز قروض خارجية. واعتبرت وزيرة المالية سهام البغديري نمصية أن مشروع قانون مجلة الصرف هو تنقيح لقانون اصدر منذ 48 عام، وأشارت إلى أن أعداد المشروع تم بصفة تشاركية مع مختلف الأطراف ذات العلاقة. مشروع مهم جدا، جاء استجابة لطلبات عدة مستثمرين، مؤسسات، شباب، كل الأطراف اللي عندها علاقة بمنظومة الصرف. نحب نقول اللي مشروع المجلة هذية راهو جاء باش ينقح قانون المتعلق بالصرف والتجارة الخارجية اللي هو كان معناها منذ سنة 76، أي أن راهو احنا سوى نقحنا قانون منذ سنة 76، يعني منذ 48 سنة، وهذه تعتبر ثورة تشريعية. المشروع هذا نخدموا فيها بصفة تشاركية، اتكال منظمات مهنية، مؤسسات ناشئة، التقفاغ، أشخاص يعملوا في الأعمال الحرة، خبراء، جمعية البنوك، كل هذه الأطراف خذينا بعين الاعتبار لكل الإشكاليات وحاولت باش نحلوهم. نواصل مع الأخبار الاقتصادية، وإن طالب عدد من نواب الاتحاد الأوروبي بتوضيحات بشأن الهبة اللي تم منحها لتونس والمقدرة ب 150 مليون أورو، وهو ما يعكس عدم التجانس صلب التكتل الأوروبي، حسب تصريح لأستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية رضا شكوندالي خلال تدخله في برنامج إيكوماج. حسب ما شفت أنا وسمعت لكونه يقولوا النواب اللي البرلمان الأوروبي كيفاش هالمبلغ هذا صرف في شريحة واحدة بدلا من الصرف التدريجي، وكأنه ما فماش فلوس بعد 150 مليون يورو، وبالتالي هناك بعض الغموض اللي اكتنف في إطار هذه المذكرة. وأعتقد أنه الإشكال اللي حصلته في البرلمان الأوروبي هو ناتج أساسا على أنه الاتحاد الأوروبي ما هوش كتلة متجانسة على مستوى مقارباتها في تناول موضوع الهجرة. نمشي ولا موضوع مختلف، نحكي على انطلاق تسويق الجيل الخامس من الانترنت في تونس اللي باش يكون بداية من شهر نوفمبر من العام الجاري، وفق ما تم الإعلان عليه خلال ورشة عمل انتظمت أمس بمقر وزارة تكنولوجيا الاتصال. وفي السياق هذا شدد الوزير نزار بن ناجي على أهمية هذه المرحلة في تعزيز البنية التحتية الرقمية. الانتقال من جيل لجيل في شبكة الاتصالات الجوالة هو حاجة ضرورية وحتمية لبلادنا. احنا اليوم اعلننا منها رسميا على تواريخ اسناد الاجازات والانطلاق الفعلي في
تسويق التقنيات والتكنولوجيا الجيل الخامس في بلادنا اللي باش تكون ان شاء الله في شهر سبتمبر 2024 اسناد الاجازات، وموفى 24 ينطلقوا مشغلي الاتصالات المتحصلين على الاجازه في تسويق خدمه الجيل الخامس في بلادنا. ونذكروا اللي المرور الجيل الخامس راه يمر على مراحل عديده. في البدايه الوزاره تصنت تراخيص وقتيه محدوده في الزمن ومحدوده في المكان لمشغلي الاتصالات الثلاثه باش يقوموا بعمليه تجربه الخدمه. كيف وزارتنا بالتنسيق فيما بعد مع الهيئة الوطنية للاتصالات قمنا بإعداد وإتمام دراسات الجدوى، دراسة السوق ودراسة الحلول التقنية الممكنة. نزار بن ناجي أفاد أن تكنولوجيا الجيل الخامس ستمنح إمكانيات أوسع للتطبيقات وللاستعمالات المتعلقة بإنترنت الأشياء والتحكم عن بعد. أول حاجة سرعة وسيعة تدفق عالية، سرعة استجابة ولطانس أحسن من الجيل الرابع، قدرة على استيعاب عدد كبير من المستعملين في كيلومتر مربع في مساحة جغرافية ضيقة. الجيل الخامس بيعطينا أكثر جودة عند الأبحار في الإنترنت بالنسبة للعموم، وزاد باش يمكننا من وضع أنظمة الذكاء الاصطناعي، أنظمة التحكم عن بعد، التحكم الذاتي، أنظمة وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز. بالنسبة لجانب الأمن السبراني، احنا في اللجنة الوطنية كانت ممثلة من الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية، وزاد باش تكون في الإجازة بنود تخص السلامة السبرانية وحماية شبكة الاتصالات الجوال المبنية على الجيل الخامس وحماية المستعملين وكل مواطنين وإلا مؤسسات اقتصادية. ونمشيو للشأن السياحي، ونرجح رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة أحمد بالطيب في تصريح لتونس الرقمية أن تشهد أسعار النزول ارتفاع خلال هذا الموسم، ورجع ذلك إلى ارتفاع نسبة التضخم اللي تشهده البلاد، وشدد بالطيب على أن الزيادة هذه لن تقتصر فقط على القطاع السياحي بل ستشمل جل القطاعات بسبب غلاء المعيشة حسب تعبيره. راهو اليوم خد الاسعار ماشيه بالانفلاسيون موجوده قاعده تزيد في كل شيء، مشكل في النزول الخدمات كل منها النقل منها النقل الجوي، وهذا تبع الانفلاسيون اللي سايره وغلاء المعيشه ومش سبيسيفيك للنزول. نحب نوضح راهو موضوعنا اليوم احنا خدمنا باش نعطيو الكوميونيكاسيون صحيحه، نحب نفسروا اللي راهو مش صحيح كان النزول نعرفوه. اليوم حبينا نفسروا اللي فما الانفلاسيون وهي المعيشه غاليه في كل شيء وكل المواد، هذا التوضيح اللي حاب نعطيه. قلنا راهو الاسعار قاعده تغلى في كل شيء اي كوبري البريستاسيون، سعر النزول والنقل والنقل البري والنقل الجوي. احنا ماناش مختصين خاطر وين نحطوا مشاكل مع اصحاب النزول واحنا شركاء. ختاما، اجتمعت الهياكل المهنية الممثلة للقطاع الصحي بمقر العمادة الوطنية للأطباء، وذلك على خلفية الإيقافات اللي طالت عدد من مهني القطاع في علاقة مباشرة بقيامهم بمهامهم، والتي انتهت مؤخرا بوفاة طبيب نفسي بعد تعكر حالته الصحية بالسجن. هذا وطالبت الهياكل هذه بلقاء مع وزيرة العدل ووزير الصحة، كما دعت إلى حمل الشارة الحمراء طيلة هذا الأسبوع، وفق ما أكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة مصطفى العروسي في تصريح لصبرا فام. لقاء وزيرة العدل ووزير الصحة وقالنا باش يكون خصوصية المهنة والمشرع فيها تكون المهنة هذه تكون ثم مراقبة، ما فماش إيقاف من الأول. تعينا زملائنا باش يهز الرسالة الحمراء، هو ديجا حيدادا على المرحوم طبيب المرحوم يتوفى في الإيقاف، وهو كيف على باش نحصوا سلطة الإشراف والكل على الحالة اللي عايشين فيها، على الإيقافات اللي ولاو تزيدوا عن في إيقافات تحفظية ديما تحكيو على اللي تزيدوا في القطاع هذا القطاع الطبي، ونحبوا أذن صاغية نقرا مع شكون نحكي ونفهمهم الخصوصية نتاع القطاع هذايا، ونلقاو مفاهمة رغم كما قلناها عديد المرات اللي ما فماش شكون خارج المسائل القضائية بطبيعة. هكا نكونوا كملنا فقرة راوند اب اللي تابعوا فيها أهم وآخر التصريحات والأخبار على المستوى الوطني في 24 ساعة اللي فاتوا. الكلمة ليك وسيم. شكرا ليك صفية. باش نمشيو مع فاصل قصير ثم راجعين مع هيدلاينز عناوين صادرة في صحفنا التونسية.